أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صوتها المصالحة الوطنية. مدى التنسيق والتعاون بين تحالف قرار 1325 ولجنة المصالحة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء؟ المحور الأساسي لحلقة هذا الأسبوع معي عبر برنامج صوتها الأستاذ الحقوقي علي الربيعي، مدير الإدارة للجنة المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء. أهلا وسهلا. وكذلك الست فاتنة بابان، رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق، إضافة إلى كونها عضو سكرتارية تحالف قرار 1325. أهلا وسهلا ست أهلا فاتنة. وسهلا. لنبدأ الحوار مع الرجل الوحيد في البرنامج، ولو أكو رجال آخرون خلف الكواليس، لكن أستاذ علي، نعلم جيدا أن هناك مستشارية وهناك مكتب واضح للعيان تحت مسمى لجنة المصالحة الوطنية، وهذا المكتب مرتبط أو هذه اللجنة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. الآليات التي اعتمدت لغرض التنسيق ما بين هذه اللجنة وما بين تحالف قرار 1325 المعني بمتابعة تنفيذ خطة قرار مجلس الأمن الدولي. شكرا جزيلا للاستضافة والتحية لك وللضيفة العزيزة ولجميع متابعي وجمهور فضائية دجلة. في الحقيقة أنه عمل لجنة المصالحة الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 كان في أكثر من محور وفي أكثر من مسار، نعم. وأستطيع أن أوجز بشكل مختصر أهم هذه المسارات. يتقدم هذه المسارات هو مسار المصالحة المجتمعية، والذي يتمحور حول مجموعة من المهام التي قامت بها اللجنة. أهم هذه المهام في هذا المحور هو توزيع المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للعوائل الناجية من بعد أن اقتحم تنظيم داعش الإرهابي، اقتحم محافظاتها وهربت من هذا التنظيم ونزحت إلى أماكن أخرى. نعم. فتقوم لجنة المصالحة الوطنية بدعم وإسناد من قبل المنظمات الدولية وبعض منظمات المجتمع المدني بتقديم هذه المساعدات لهذه العوائل النازحة. وأيضا تعمل لجنة المصالحة الوطنية في إطار المصالحة المجتمعية على تأمين عودة هذه العوائل بعد أن ويمكن يتم هو هذا المحور الأساسي لمفهوم المصالحة في ظل في الظرف إطارها الاستثنائي. في إطارها المجتمعي. نعم، هو نعم. هذا المحور الأساسي مثل ما تفضلتي، والمهم في إطارها المجتمعي. تعمل لجنتنا أيضا وبالتنسيق مع القيادات الأمنية الماسكة للأرض بعد تحرير هذه المناطق، وبالتنسيق مع السلطات المحلية على إعادة هذه العوائل إلى مناطق سكناها، وأيضا تأمين عودتهم بشكل سليم. الإعادة، و أستاذ نعم علي، السؤال يطرح هنا كيفية الإعادة. هل يعني أنت تعرف هذه تحتاج نوع من أسلوب جديد في التعامل مع النازحين، خصوصا أنه صارت خلافات، صارت ثارات، صارت اختلافات أيديولوجية ومذهبية وحتى مناطقية، نعم فبالتالي وضعت خطة لاستقطاب الناس لأن أنت تريد تحقق مصالحة مجتمعية. هل هناك خطة لعملية تذويب هذه الخلافات، عودة تماسك المجتمع بعد هذه الأزمة الحادة اللي مروا بها، خصوصا أنه أفكار زرعتها داعش في تلك المناطق أفكار سلبية وسيئة؟ نعم مثل ما تفضلتي، احنا قبل قضية العودة يجب أن تكون هنالك بيئة سليمة لعودة هذه العوائل على المستوى الخدمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، وكذلك حتى على مستوى حل النزاعات التي حصلت نتيجة بعض الخلافات بين عشائر الموجودة في هذه المحافظات أو هذه المناطق. زين. لأن عودة بعض العوائل بعد التحرير قد يسبب مشاكل جديدة من نوع آخر نعم على أساس أنه الثأرات أو غير شيء. طبعا، وهي واضحة يعني. ولذا احنا قبل أن يصير عملية تفعيل هذه العودة بعد أن استحصل موافقة رئيس الوزراء على عودة الأهالي إلى مناطقهم بعد التحرير، نتحرك باتجاه اللقاء بالزعامات المحلية الموجودة من شيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين
ونتكلم معهم بشكل واضح وصريح على ضرورة أن نغادر العقلية الثأرية والتسامح وإيجاد بيئة متصالحة زين. لإيجاد عودة آمنة لهذه العوائل ارجع التي لك استاذ نزحت علي، لان مناطقها. لكن اريد اشرك ست فاتنه عن تحالف قرار 1325 اللي ذكره استاذ علي، يمكن هو جزئيه كبيره منه من خطه الطوارئ اللي هي جزئيه مكمله واساسيه للخطه الاساسيه لتنفيذ قرار 1325. اليوم السؤال اللي يطرح، انتم مجموعه من المنظمات تحت خيمه تحالف، هذا التحالف يريد ويسعى لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنساء وفي بناء الأمن والسلام، وفي خصوصا بهذا الظرف الاستثنائي. ست فاتنة، من خلال الاجتماعات التي عقدت وبشكل مكثف مع لجنة المصالحة الوطنية، هل وضعتم خطة عمل حقيقية؟ هل باشرتم بالتنفيذ أم كان فقط اجتماعات ورؤى وتبادل للرؤى وفقط أنه كيف ممكن نعمل لاحقا؟ طبعا مثل ما ذكر الأستاذ علي أنه أكو خطوات معينة وأكو آليات عمل وأكو برنامج خاص في لجنة المصالحة الوطنية. من ضمن البرنامج مثل ما ذكر أول مرة الخطاب الديني المشترك. أنت تعرفين المناطق اللي صار بها تهجير هي مناطق يزيدية، مسيحيين من مختلف الأطياف، فالخطاب الديني موجه لها. أول شاء الله بدينا بالدمج المجتمعي بالنسبة للنازحين، يعني الناس يعني رحتوا للمخيمات أكيد. اشتغلتوا على مسألة انه شلون احاورهم بتغيير هذا الخطاب. طبعا التحالف القرار هو بدأ خاصة خطة الطوارئ بدأت بعد احداث 2014 بعد اشهر حزيران. صارت الحالة ملحة، المخيمات اللي موجودة في اربيل وفي سليمانية المناطق القريبة الى الموصل يعني كان الاعداد مهولة، فاحنا شفنا حالة النازحات تحديدا ما تحتاج إلى دمج مجتمعي، وخاصة بعد الاختطاف وبعد الاغتصاب والأمور اللي تأججت بهذا الموضوع كان ضرورة ملحة إلى أنه نعمل خطة الطوارئ، وتمت المصادقة عليها من قبل الدكتور العبادي في آيار 25 آيار 2015، وكان ضرورة ملحة لكل المؤسسات الدولة لكل الوزارات تقريبا سنة ونص. نعم كل الوزارات أنه تخلي لها فقرة تمد خطة الطوارئ أو القرار 1325 وما تحتاجه النازح اليوم، ما تحتاجه كل الفئات اللي تعرفت. هل استثمرتم علاقاتكم مع المنظمات الدولية؟ أكيد. الخبرة اللي نقول اكتسبتوها من خلال الورش، من خلال المؤتمرات التي عقدت في الخارج بالأساس، إنه كيف ممكن أوظفها لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من النازحين؟ طبعا من خلال منظمات يعني الدعم هو اكيد من المنظمات الدوليه والاسس اللي وضعت في هذا المجال. الاليه الاولى اول الخطاب الديني لكل الطوائف، الخطوه الثانيه الدمج المجتمعي. الدمج المجتمعي من خلال المراه، من خلال الشباب، من خلال تقديم مباريات فيما بينهم، النشاط الرياضي هذا انشطه نقول ترفيهيه. نعم نشاط رياضي، خطابه، ممكن ان يدمجون مع بعضهم في أمسيات، في أمور أخرى، لأنه الكل جاية من مكان مختلف، يمكن العادات مختلفة. صارت إيش أنشطة داخل المخيم؟ صارت أنشطة كثيرة، وصار دمج أكو، صار تواد، وصار لأنه النازح في هذا المكان يحس أنه انعزل بالكامل. اليوم ترك المنزل، اليوم ترك الأسرة، اليوم ترك مقومات الحياة الأساسية، عمله، كتبه، دراسة، هاي الأمور كلها صارت لها فد مردود سلبي اتجاهه. نعم. وربما يكون بالاتجاه المعاكس، ربما يحمل غيظ او بغض لجهه معينه. فهاي الامور عندما دخل الى المخيمات، والمخيمات هي متنوعه بالاطياف، اصار هذا الادماج المجتمعي. زائدا انه مجلس الوزراء كلجنه المصالحه كان الى عمل قوي ايضا في فتح كثير من الجوامع، مثل عندك جامع الرواسي، صاله الصلاه الموحده، جامع المثنى ايضا بالمشاركه مع لجنه المصالحه في مجلس محافظه بغداد وايضا مجلس الوزراء. نعم استاذ علي، أمام الكلام اللي ذكرته ست فاتنة هناك ملاحظات. إحنا اليوم ملف المصالحة ليس بالجديد اللي طرحته، أنه وضعت آليات وخطط، خصوصا أنه بعد قضية داعش وبعد الحالة الطارئة اللي شهدها البلد وعملية التهجير والنزوح والقتل والعنف والتغيير الأيديولوجي والتغيير حتى نقول النفسي،
السؤال اللي يطرح نفسه اليوم أمام هذه السنوات التي مضت، إحنا اليوم بدنا نتحدث عن فترة زمنية محددة، خلينا نقول هي السنة ونص بعد أن أطلقت خطة الطوارئ. طيب، هل خططتم ما بعد عودة هذه الناس أو هذه النازحين للمناطق اللي هجروا منها؟ عملية المصالحة تعتقد أنه هي فقط مقتصرة على مصالحة مجتمعية، أم نحتاج اليوم حقيقة مصالحة سياسية أيضا؟ لأن كثير من دول العوائل أو المكونات أيضا منضوين أو عندهم توجه سياسي أو عندهم رؤى أيديولوجية سياسية معينة. فكرتوا أنه كيف ممكن تشتغلون على المفصلين، المفصل المجتمعي والمفصل السياسي؟ نعم، لا شك طبعا في لجنة المصالحة الوطنية عندنا تفكير بهذا الاتجاه واشتغلنا على هذا الموضوع. ولكن انت تفضلتي مثل ما تفضلتي قلتي انه اشتغلتوا على اساس عودة العوائل، وبعد ذلك بعد عودة نعم. العوائل ما احنا نشتغل اكثر من هذا، احنا نشتغل على اساس قبل عودة العوائل. يعني عندنا مكتب خاص في ما يتعلق بقضية التنسيق مع الوزارات الخدمية لتأمين خدمات تقدم لهذه المناطق المحررة من تنظيم داعش، لكي عندما تحصل عودة لهذه العوائل تجد أن بيئة خدمية مناسبة تستطيع أن تعيش فيها. يضاف إلى ذلك قلت لك احنا عندنا تنسيق فاعل مع شيوخ العشائر والزعامات المحلية الموجودة في هذه المحافظات. ويضاف إلى صارت زيارات لقاءات مع شيوخ طبعا العشائر. صارت مجموعة زيارات وفي أكثر من محافظة من المحافظات المحررة، وبشكل خاص في صلاح الدين في ناحية يثرب، نعم. واشتغلنا بشكل ميداني مع هذه العشائر. يضاف إلى ذلك المسار الآخر الذي تتبناه المصالحة الوطنية هو مسار التوعية، والمسار عبر عنه بالمسار الثقافي أو التوعوي. المصالحة الوطنية تعتقد أن من الضروري أن تكون هنالك قيم ومفاهيم في المجتمع ساندة لرؤية المصالحة الوطنية، تقوم على أساس هذه القيم، تقوم على أساس احترام الطرف الآخر، وعلى أساس المساواة، وعلى أساس التعايش السلمي بين الأطراف. واشتغلنا على هذا الموضوع وعقدنا أكثر من العديد من الندوات باتجاه التثقيف التأسيس لهذه القيم ونشر وترسيخ هذه القيم في زين، المجتمع. مسألة التثقيف اللي ذكرتها، أين المرأة منها؟ ليش بعض النساء قالوا إنه هناك لجنة المصالحة أبعدت المرأة؟ اليوم ماكو وجود للمرأة بمفاوضات، المفاوضات اللي انعقدت بصدد المصالحة، بصدد التوافق، وين كانت اللجنة عن المرأة؟ وليش نسمع هذه الأصوات اليوم من كثير من المنظمات والنساء الناشطات؟ يعني قبل أن أجيب على رؤية المنظمات للمصالحة الوطنية، أنا أقول بأنه إحنا لم نقصي المرأة، بل بالعكس أشركنا المرأة في كثير من مراحل العمل معنا. والاعتقادنا بأن المرأة ليست هي فقط الجزء الأساس في بناء المجتمع والحياة، بل اعتقادنا بأن المرأة ممكن أن تلعب دور لا يستطيع الرجل أن يلعبه في موضوع لكن كانت المصالحة. هناك شكاوى في كثير من المؤتمرات أستاذ أجيك علي، على الشكاوى هذه إذا سمحت لي، لأن عندنا لكن فاصل حتى نكمل الفكرة. قبل شو اسمه إحنا اشتغلنا على موضوعة التثقيف، ومن ضمن القيم التي اتصلنا بالزعامات العشائرية الموجودة ورجال الدين للتثقف بها هي قضية احترام المرأة ومساواتها وحقوق المرأة والابتعاد عن الممارسات العرفية. هل كان هناك تجاوب؟ الممارسات العرفية التي تقوم على أساس ظلم المرأة، تدرين نعم أعرف تعرفون هذه كثير الأشياء من الممارسات العشائرية التي فيها غبن لحقوق نعم. المرأة وفيها ظلم. نعم، كان هنالك استجابة من كثير من شيوخ العشائر، وأكثر من ذلك أيضا إحنا شكلنا لجان. نعم. بعض هذه اللجان سميناها باللجان الميدانية للتواصل مع المحافظات التي حررت من داعش طيب. بما فيها محافظة أستاذ الموصل علي، لأن لدي فاصل. نعم. نعم إن شاء الله. بعد الفاصل نكمل الحوار حول آليات التعاون ما بين تحالف قرار 1325 ولجنة المصالحة، ومدى النتائج أو حجم النتائج التي تحققت أو لم تتحقق. فاصل وراجعين. من أجل إعطاء دور أكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2325 حول المرأة في الأمن والسلام، وجعله مقبولا في الأوساط السياسية والاجتماعية،
الضغط هو على الدولة في إشراك المرأة في مفاوضات السلام وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات فض النزاع والمصالحة الوطنية وجهود ما بعد النزاع لإعادة الإعمار لا سيما ملف المصالحة الوطنية. التأكيد على مفهوم الجندر في لجنة المصالحة الوطنية وتطوير أليات العمل بها بما يضمن العمل الناجح لتنفي قرار مجلس الأمن الدولي. ينبغي على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني زيادة دورات تعليم المرأة التي تركز على بناء الثقة بالنفس عن طريق تزويدها بمهارات جديدة في حل النزاعات ومن أجل تشجيعها في العمل ضمن الفرق التفاوض. تفعيل مشاركة المنظمات النسوية في رسم سياسات وخطط استراتيجية للحكومات العراقية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ القرار. عقد حلقات عمل لمناقشة المساواة بين الجنسين والسعي لرفع مستوى الوعي حول القرار بين الرجال. مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في العراق. التركيز على التدريبات الخاصة بالنوع الاجتماعي والضرورة الملحة لدمج المرأة العراقية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام لمواجهة التحديات التي تحيط بالعراق. التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن. أهلا بكم من جديد وهذه عودة لضيوفي في برنامج صوتها وتعالف. قرار 1325 ومدى التعاون والتنسيق مع لجنة المصالحة الوطنية والسيدة فاتنة بابان ست فاتنة. أنا سألت أستاذ علي قبل الفاصل حول قضية إشراك المرأة وهناك احتجاجات من قبل كثير من النساء الناشطات والمنظمات بأنه هناك لم يكن إشراك حقيقي للمرأة في عملية المصالحة الوطنية. أنتم اليوم كتحالف للقرار 1325 وكم عدد جيد من المنظمات تحت هذا التحالف، استطعتم أن تشركوا المرأة أم واجهتكم عقبات أمام عملية الإشراك والنتائج المترتبة عن الإشراك من عدمه؟ طبعا أنه معظم التحالف أو منظمات المنضوية التحالف هي منظمات نسوية، وهي المرأة عملت من أجل المرأة وخاصة المرأة النازحة المختطفة المغتصبة وخاصة في مخيمات اللي تم النزوح بها للحالات الخاصة اللي كانت في حاجة ماسة الاحتياجات خاصة. فمن خلال المخيمات عملنا على مقدمي الخدمات يجب أن يكونون من النساء نفسهم في المخيمات حتى يكون هنالك هاي عملية الاختيار النساء نسقته مع اللجنة المعنية؟ أكيد هنالك تنسيق مع لجنة المصالحة مع كل الوزارات المعنية، لأن اليوم العمل ما عمل فقط التحالف. طيب أنا أرجع لسؤالي، مشاركتكم أنتم كنساء بعمل لجنة المصالحة أنه كيف أنسق العمل وأخرج برؤية متكاملة بها الجانب الجندري بحيث تكون المرأة طرف مشارك حقيقي في المصالحة خصوصا 1325 جزئية كبيرة منه هو المرأة وبناء الأمن والسلام. السلام جزئية كبيرة من المصالحة. اليوم إن شاء الله راح يكون تحقيق آمن للسلام في كل مناطق العراق إن شاء الله. فاليوم دور المرأة مو فقط أنه تكون في عملية تكون مساندة أو مقدمة خدمات أو تساعد أو في التوعية أو التثقيف. اليوم المرأة يجب أن تدخل في التفاوض في خاصة المناطق. هذا جانب. تدخل في الإعمار. دخلتوا في التفاوض ست فاتنة؟ إحنا جديات كانت أكو فقرة في خطة الطوارئ في مجال التفاوض، دخول المرأة في مجال التفاوض. ونقطة أخرى طلبنا أن تكون هنالك سفيرة السلام بدرجة فخرية، لكن هاي الفقرة حذفت، الفقرة والجملة الوحيدة حذفت من خطة سفيرة أم تفاوض؟ لا التفاوض موجود، فإذا حضور المرأة في التفاوض في طيب ليش ما نشوف لعد أكو حضور المرأة بالتفاوض؟ شو أغلب الاجتماعات ما نشوف نساء؟ راح أقول لك الموضوع تحديدا. اليوم إحنا نعمل مع لجنة المصالحة في مجلس الوزراء، هنالك الست هنادي هي الامرأة الوحيدة تدير قسم الجندر، ويمكن هسه يمكن اثنين انضموا إلها بعد منادات انه ردنا انه يزيد عدد قسم الجندر. وكانت مبادرة جيدة من لجنة المصالحة الوطنية، وان شاء الله اليوم يكتمل العدد لانه حضور المرأة مو فقط في لجنة المصالحة، في كل المفاصل في كل مجالات الحياة. موضوعتنا موضوعة اليوم
احنا موضوعة المرأة والنزوح وقرارات 1325 احتاج الى منظمات تحتوي المناطق اللي تم تحريرها. ومؤمنة بالعمل التطوعي المدني. هذا جانب. احتاج الى مهندسات يعملون في اعمار وعادة البنى التحتية. احتاج الى نساء فاعلات. قدرت توظفون نساء متطوعات بهذا الجانب؟ اكو في منظماتنا في جميع احنا اليوم التحالف 30 منظمة او اكثر من غير الناشطين المنضوين. هنالك من يعملون في هذا الجانب. لكنه احنا نقول مكة ادرى في شعابها. اليوم صلاح الدين هنالك عدد من النساء في منظمات المجتمع المدني، عدد من النساء في عملهم في خلينا نقول مجالس البلدية، عملهم كمهندسات من خلال إذا عملهم. أيضا دخول المرأة كسيدة أعمال تدخل وتحصل على منحة أو تحصل على قرض حتى تكمل النواقص. اليوم الأراضي غير مهمة. هذه الفقرات اللي طرحتيها كانت ضمن خطتكم كتحالف أكيد. أم حققتوا شيء بهذا الجانب؟ لو احنا صراحة يمكن يعرف الأستاذ علي يعني التطبيق الفعلي للخطة صح هي صارها سنة ونص أي. لكنه أنا يعتبر ما صار لنا احنا يمكن من شهر 11 كان التطبيق الفعلي بعد انه حضور كافة الوزارات من شهر 11 2016 تقصدي؟ اي بدا العمل الفعلي بعد المؤتمر اللي صار في أربيل بدا تعاون. كانت اكو اجتماعات كانت مقدمات كانت بس قلتي لي 25 ايار صار 2015 تم الموافقة على خطة الطوارئ من قبل الدكتور والتنفيذ بشهر 11 2016. خلي أقول لك منتصف عام 2016 منتصف، لكنه التنفيذ الفعلي والحقيقي واللي لمسنا به جدوى حقيقية وتعاون مشترك من كل الوزارات وبدأت ثمارها حاليا على الساحة وبدأ التعاون المشترك وبدأت الشراكة الفعلية. أنا هنا أفهم من سؤالك، هل صار قناعة لدى صانع القرار بأن واحدة ما يقدر يشتغل لازم يشارك عمل مشترك؟ جيد أستاذ علي، أنه مسألة تقديم الخدمات شيء جيد وحقيقة نثني عليه أنه يكون لكم دور بتقديم الخدمات، لكن أمام الأصوات اللي تتعالى وتقول إيش قدمت المصالحة الوطنية، تعتقد اليوم أنت اليوم كمسمى مصالحة وطنية مو الأجدى أن تنشغل بمهامك التخصصية اللي أنت ذكرتها قبل قليل بالبارت الأول، أنه تلتقي بالعشائر، تلتقي بالسياسيين، تلتقي بأفراد من المجتمع، من الناشطين، تعمل على التوعية، على التثقيف. ما تعتقد أنه مسألة الخدمات فيه أكو جهات تتكفل بيها حتى أنت ممكن اليوم كجهة متخصصة بالمصالحة تنشغل بعملك الأساسي؟ يمكن هو الأصعب حقيقة، يمكن توزيع الخدمات هنا ممكن للمجتمع المدني، ممكن لوزارة الهجرة تعمل به. نعم، مثل ما تفضلتي سوف أجيب بشكل تفصيلي عن ما تفضلتي من تساؤل، لكن قبل ذلك خل أشير إلى قضية إشراك المرأة في المصالحة الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء. في الحقيقة احنا بغض النظر عن عدد الآن العاملين في المصالحة الوطنية كموظفات كم عددهم، او قبل ما تصير توصية من قبل مؤسسات المجتمع المدني بزيادة العدد، وكان العدد اكثر، يعني جعل اكثر يعني عدد كبير من الموظفات قد يتواجه بمشكلة قانونية، وهي أنه إحنا لجنة المصالحة الوطنية ليست هي كيان إداري كدائرة، وإنما هي اللجنة، واللجنة بالقوانين لا يمكن أن تعين موظفات على ملاكها لأن هي لا تمتلك ملاك. فبالتالي كل ما تستطيع لا مو وقتي، قد تكون لجان وقتية وقد تكون لجان دائمية. لجنة المصالحة الوطنية لجنة دائمية لأن مشكلة بال2007. بغض النظر عن التعيين أستاذ، إحنا هنا ما دا نناقش قضية إيش قد موظفين. إذا سمحتي لي إذا سمحت مو هي الست فاتنة ذكرت إنه أكو زيادة بالعدد، وإنه المجتمع المدني بعد أن سجل هذه الملاحظات على المصالحة تم زيادة العدد. لا، أنا أعتقد زيادة العدد كان أكثر قبل الملاحظات المشارة إليها. الجانب الآخر أيضا، إحنا في المصالحة الوطنية ما عندنا أي إشكالية بالإشراك، بل نعتقد مثل ما تكلمت قبل قليل أنه دور المرأة في المصالحة لعله أجدى في بعض الأحيان وبعض المواقف من دور الرجل، ولذا دائما نسعى لإشراك المرأة في كل مفاصل العمل. ودليلنا على ذلك أيضا أنه إحنا شكلنا لجان ميدانية في المحافظات الساخنة، محافظة صلاح الدين والأنبار والموصل، المحررة والموصل لا زالت، شكلنا لجان ميدانية وطلبنا من التحالف 1325 وهو تحالف مدني نسوم مثل فضل السيد
بترشيح ترشيح نساء وحصلت الموافقه المبدئيه على اشراكهم في العمل. لاننا يعني ما ممكن اكون مفاصل، لابد ان تكون مراه، مو فقط مفاصل، احنا نعتقد بانه كشراكة. لابد ان تكون هنالك شراكه حقيقيه ما بين العمل الحكومي وما بين عمل مؤسسات المجتمع المدني وبالذات النسويه. هذا جانب. الجانب الاخر ايضا حصلنا على موافقه رئيس الوزراء بتشكيل لجان مصالحه مجتمعيه في المحافظات المستقره اللي هي المحافظات الوسطى والجنوبيه. وهذه اللجان اشترطنا في نظامها في 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 تعليمات تنفيذها وتشكيلها ان يكون هنالك بما لا يقل نسبه الثلث من هذه اللجان تشمل المؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والنساء وغيرها. قبل هذا جيد، هاي مساله النسبه. لا لا اسمح لي، مو لان الوقت ضيق، بس انا هنا اسال، اذا شكلتوا هذه اللجان واخذتوا موافقات وجيد وضعتوا نسبه لان تكون هناك المراه مشاركه بها، لكن السؤال انه هذه اللجان اللي شكلت، خلينا نكون واقعيين، انت لما تشكل لجنه شيء ومن تدخل في مجال عمل التنفيذ شيء اخر، تعتقد اليوم انتم قادرين على التنفيذ؟ هل توفرت لكم مساحه من العمل الحقيقي ام هم هناك تداخلات سياسيه، تداخلات مناطقيه؟ شنو المعوقات اللي محتمله ان تواجهكم اثناء التنفيذ؟ لا، فيما يتعلق بمشاريعنا المتصله بالمصالحه المجتمعيه احنا نستطيع يعني استطيع ان اقول باننا قادرون على تنفيذ هذه المشاريع المتعلقه بالعمل المصالحي فيما يتعلق بهذه المحافظات الذكرتها أو المحافظات المستقرة، لأن هي هاي أصلا المشاريع والأفكار هي مشاريع المصالحة الوطنية، وهي مشروع المهمة الأساسية للمصالحة الوطنية في إيجاد شراكة حقيقية وتوفير بيئة آمنة تؤمن بالتعايش واحترام الرأي الآخر وقبول الطرف الآخر. أنا مسألة الجانب الخدمي، لأن أريد أنتقل لأقفال مواصفاتنا. ما بقالنا 3 دقائق. أي فيما يتعلق بالجانب الخدمي، أنا أعتقد أنه مثل ما تفضلت كثير من الوزارات هي معنية بتقديم الخدمات، ولكن شعورا وإدراكا من قبل المصالحة الوطنية بأن هنالك ضرورة بأن كثير من عوائلنا الناجيات والنازحات يعني قد لا تفي الوزارات المختصه في تحقيق الانجاز الذي متطلب من قبل، فصارت مشاركه جيد. صارت مشاركه من قبل المصالحه بالتوسط ومساعده بعض المنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع في ايصال هذه المساعدات جيد. الى هذه العوائل. نشوف لما نقارن بعض المخيمات نشوفها ما ممكن العيش بها، يعني اكو مخيمات جيده ممكن الإنسان يمشي حاله بها، لكن أكو مخيمات يعني لما تمطر على سبيل المثال من مطرة الدنيا غرقوا، ما ممكن. طيب ما كانت هناك كان هناك اهتمام بمخيمات على حساب مخيمات أخرى تعتقد؟ يعني أنا ما أعتقد هذا التصور موجود. ثم أنه سوء تنظيم؟ نعم، قد تكون القضية لسوء يعني تعزى لسوء التنظيم أكثر مما هي لتمييز جهات على جهات أخرى، لكن أرجع وأقول بأنه دور المصالحة الوطنية في تقديم مساعدات للعوائل النازحة والعوائل العائدة إلى مناطقها لا يعني تنازل المصالحة عن دورها الأساسي والمحوري. ست فاتنة تشتغل على هذا الدور بقوة وقدمت مشاريع شكرا. كثيرة في هذا المجال. ست فاتنة، يعني مسألة المخيمات سؤال أنه أكو هناك، يعني لاحظنا أنتوا اليوم كتحالف 13-25 ما شخصتوا هذه القضية أنه في مخيمات تحتاج يعني حقيقة تحتاج جهد تختلف عن غيرها، اكو مخيمات استثنت يعني فعلا كان اكو توفير للاحتياجات. وين دوركم بعملية هذا سوء التنظيم؟ خلينا نقول طبعا خلي اتكلم ليش على بغداد واتكلم ليش على بغداد، لان وقت ضيق وعندي سؤال اخر. اليوم في بغداد 18 مخيم، هالـ 18 مخيم تحتاج إلى بنى تحتية، قسم من أدب بيها كرفانات وبيها مقدمي الخدمات كثير منها. طيب حسب ما ردنا احنا بخطة الطوارئ السيئة بيها خلينا نعم السيئة من صارت المطرة كانت معظم الأراضي ما مرشوشة بالسبيس صحيح صارت غرقت، فهذا إجراء سريع قامت بي قام به مجلس المحافظة بكل جانب رأسا فرشة الأرض بالسبيس. هل هون جت المشكلة؟ أول جت، بس احنا تعرفين يعني الأمطار الغزيرة بيوت غرقت، ما راح اقول لك احنا خلينا احنا نجاوب. انا استثمر وجودك. نعم. ست فاتنة اكو ملاحظه اخرى هي بها جنبه سياسيه وهي 30 ثانيه يقول لي المخرج. نعم. اسال 60 ثانيه انه مساله التسويه. نعم. البعض يقول انه هي عمليه تكميليه للمصالحه، تحالف 13 25 شنو
وجهة نظر بشأن التسوية، خصوصا أن التسوية لم تتطرق عفوا للمرأة، تهميش للمرأة كان. طبعا أكيد إحنا الكتلة اللي قدمت التسوية وكانت لنا لقاء مع السيد الحكيم وناقشنا هذا الموضوع وطلبنا يكون إحنا باسم التحالف يكون في مساحة للمرأة، خاصة المرأة اليوم دخلت في مجال التفاوض، مجال المصالحة الوطنية. طبعا المستشار رئيس الوزراء الأستاذ محمد قدم لنا إحنا كعضوات أعضاء التحالف، كل عضو تقدم خطة وماذا تعمل بمساندتهم وبالمشاركة معهم. هذا اليوم هذه كمصالحة التسوية، وين بالتسوية نفس الحالة اليوم المرأة ما راح تعتقدين راح يصير تداخل اليوم المجتمع. اليوم الفرد العراقي يسأل يقول لك زي ما أنا عندي لجنة مصالحة، شنو الغرض اليوم من التسوية؟ التسوية يمكن هو خلينا نقول إجراء سياسي إلا بين الكتل السياسية، لكنه مردودة راح يرجع بالأخير على المواطن وعلى المرأة تحديدا. لأن المرأة هي تعاني ما تعاني، لأن تعرفين مسألة النزوح يمكن هي أكثر تعرض للرجل والأمور الأخرى. صدفاتنا لو أكو كان هناك قناعة لدى صانع القرار بإشراك المرأة ما كان شركها من البداية؟ أكيد إذا لم تكن هناك قناعة. نتمنى القناعة احنا نتمنى إن شاء الله. شكرا جزيلا للست فاتنة بابان رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع العراق وعضو سكرتارية تحالف 1325، وطبعا يأشر الأستاذ علي الحقوقي أستاذ علي الربيعي، لكن للأسف الوقت انتهى يا أستاذ علي. في مداخلة مهمة على التسوية ينبغي أن تكون واضحة حتى تكون المتلقين بشكل واضح. التسوية بها جانب سياسي وأنا بالفاصل لا مو يعني بالإضافة إلى أنها هي تسوية سياسية بين الكتل على أساس الثورة والسلطة وغير ذلك، لكن أيضا فيها إشارات واضحة على الانفتاح على المجتمع المدني، وحتى طلبنا إحنا كلجنة مصالحة وطنية مع تحالف 1325 أن يقدم ملاحظات حول التسوية جيد. نسعى لإدراجها ضمن الملاحظات أن ليست تسوية نهائية. لدينا حلقات أخرى حول المشاركة، سنطرح هذا الموضوع على أستاذ مهدي العلاق في إحدى الحلقات، سيكون ضيفنا أكيد. شكرا للحقوق علي الربيعي مدير الإدارة في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء، تقبل تحياتي أنا نبراس المعموري وتحيات فريق العمل خلف الكواليس والمخرج المتألق سراب. انتظرونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج صوته.